سيادنا تبارك الله عليكم، الله يحفظكم. اليوم جيتكم باش تعبروا بنياتكم تشو فيها الا باتت برا عند حبابك، ولا كتعطل عليك شويه في المدرسه، ولا مشات عند صحاباتها، باش بقيت عبري بناتك كما كانوا كيعبرونا والدينا وجدودنا، ويعبروا تعبرك الجاره، تعبرك المراه، تعبرك خالتك، تعبرك عمتك، تعبرك امك. المهم تعرفي البنت من المراه. ها انت كتاخدي هذا خيط، زيدي علم، هذا خيط كتشديه هكا، كتلويه على العنق هكا، على العنق ها ها انتم كتلقيه هكا، كتسرحيه هكا قد اللي عبرتي قد اللي غديري. ها اما جوج غتشديه من هنا، المراه غاد غيتي. ها انتم ها انتم غتحطي على هاد الكويدي ما ها ها انت ديري بعد على عيني. ها انتم المراه بغيتي يهبط، ها البنت انا غنوريكم البنت. سيدي انتي عندها العويتقه، ها انتم كتعبري ثاني قد العنق، ها قد هاد الخيط، ها العويتقه ما كيدخلش، الا كانت مراه كيمشي يجري، كانت البنت عويتقه ما كيمشيش. ها حطي ثاني ما كيدخلش نهائيا، ها الى على عينك العويتقه، ها ها نتوما ها والله واخا ما عرفتيش ديري ليه وديريه ثوب ما يتجبدش، هزي راسك. ها نتوما حدو هنا، ها ما تيدخلش البنت عويتقه، المراه كيمشي يجري هي حيت وليداتها، ديريه لختك ولا ديريه لبنتك عاد جربي. يلا ما تنساوناش بحركه اكسبلور، الله يحفظكم وليداتكم. تيجوش اخوان اخوات، السلام عليكم. ما كيما سمعتوا هذه السيده كتقول خص تعبروا بنياتكم، واش عزبه ولا ماشي عزبه، هاد الطريقه فهي غير صحيحه، اصلا ما صحيحاش. ثاني حاجه كتكون صحيحه بواحد الطريقه، الا كانت شي عجوز شمطه كتقن سحر الكلام او سحر التعاويذ ويسمى سحر المركبات وسحر الاشارات، فإلا كانت هاد العجوز الشمطه الساحره عبرتها فكتعبرها كتقوم بترديد بعض الكلمات وبعض التعاويذ، فمباشره هاد البنت غتصب بالمس وغتسكن بالجن العاشق، وغادي يكون لهذا الجن العاشق مشكله، اما في الزواج ولا في الانجاب فلا بد تقوم بقرابين واشياء لهذا الجن باش يخليها تعيش هانيه. الا كانت عبرتها شي وحده عاديه ماشي عجوز شمطه غير بنت عاديه، فداك الشيء عادي ما ينفع ما كيدر، كذوب وصافي. السلام عليكم.